FM. الكلمة ليك. إيفينمون دو لا سمان. ليفينمون اليوم حسام بعد التصريح نتاع وليد بن عبد السلام دونك على الخطبه نتاع الامام في الجامع وكيفاش حكي على الفنانين والممثلين ومعنا توا بالتليفون الامام حسام سي محمد خنيم معنا بالتليفون امام جامعه الكونيه مرحبا اهلا وسهلا بك مرحبا بك وليد بن عبد السلام استاذ المسرح ومدير مهرجان نيابوليس بنابل كان صرح البارح لكابا فام في خطبه الجمعه لنهار الجمعه بطبيعه كنت صرحت سيادتك في الخطبه يعني وقلت كلام اعتبر وليد بن عبد السلام اللي هو خارج على السياق والا ينجم يكون فيه نوع من التحريض على الفنانين ويقول هو زاد اللي هو سمعك قلت الممثلات ساقطات وعاهرات هكا يقول وليد بن عبد السلام شنو ردك على الكلام هذا اللي قال وليد بن عبد السلام يا سيدي حبيت نشكركم قبل يعطيكم الصحة على المداخلة هذه باش نوضح معناها المسألة اللي صارت والانتباس اللي صار على كل حال أنا حبيت نبدأ نعرف بروحي معناها بإيجاز وبعد كده ندخل في صلب الموضوع أنا محمد الخنين يعني من نابل أصيل مدينة نابل حول الحوم العربي معناها وحدة جامعة الكبير الغادي مهندس إعلامية وطالب ماجستير يعني مرحلة ثالثة في جامعة الزيتون اختصاص قراءات القرآن الكريم وإمام خطيب بجامعة تقوى بنابل يعني أنا كنت هبطت بيان على الصفحة الرسمية متاع الجامعة بتاعنا مش نحاول مش نقرأه معناها كما هو تكستو لكن مش نحاول نتعدى عليه وإذا كان ثم حاجة نحكي فيه أول حاجة أنا معناها عبرت على استغرابي من التصريح الأستاذ وليد بن عبد السلام في كابا فام خاطر خطبة الجمعة إذا كان نشوف السياق متاعها كانت عنوانها علو الهمة الدعوة فيها للشباب كانت إلى الجد وإلى العمل اللي تتقدم به بلادنا واللي هو السبيل الأساسي باش نرتقيه وباش نوصله يعني نخطو على ركب الدول المتقدمة وإذا كان تحب نزيد نفسر لك سي حسام أنا باعتباري معناها إمام خطيب شاب عمري 28 سنة يعني نخدم في شركة تعمل لجيم يعني تخدم الجيمينج اللي هو دومين رار مش موجود برشا في تونس وتو مع السمارت فون معناها العباد كلها تخدم اللي تستعمل في السمارت فون ومشي في الجي فيديو يعني نحب نوصل رسالة للشباب وهي تتمحور عليها أغلبية الخطب متاعي اللي راهو الدين هو دافع باش احنا نخدمه باش نجتهده واللي العلم هو السبيل الوحيد باش احنا نوصل ونقدمه لبلادنا في إطار هذايا أشرت إلى ضرورة التخطيط واستغلال الوقت وعدم الانشغال بالأمور التي لا جدوى منها وشوف في هذا السياق يعني في التخريج هذية أشرت إلى بعض الأعمال اللي ما ترتقيش إلى مستوى الفن دون تخصيص يا حسن فيها دون تخصيص يعني ما ذكرتش فلان ولا علان ولا قلت الفنان الفلاني وإلا الأعمال التونسية في حد ذاتها أنا نعتبر أنه المتفرج هو الوحيد القادر على تقييم الأعمال الإعلامية والإنسان يعني ربي قال فذكر الرسول إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر معناها أنت تذكر وكل واحد هو حر في نفسه يعني إحنا مناش ندعيه باش فلان الفلاني نخليه ما عادش يتكلم ولا نمنعوه من حرية الرأي لكن يا أخي عندنا حرية مكفولة في دستورنا إن إحنا نجم نعبر على رأينا من غير تشريح من غير تخصيص هذا أنا اللي قمت به في إطار مجمل ما تحكيت بالعموم أنت حكيت بالعموم لا وسمحني راه حتى الكلمة عندي هي ذكرت كلمة معني سامحوني كي قلت كلمة الساقطات راني ما قلتش على الفنانات ساقطات قلت ينشرون أو الموضوع في اخبار الساقطات معناها يعني حاجه الساقطه سامحني في الكلمه مش كيما احنا في الدرجه نسميها كلمه خايبه ثم حاجه عاليه وحاجه ادنى مستوى يعني ساقطه معنويا وقيميا هذه الكلمه وحكيت عن اخبار الساقطات معناها المواضيع اللي قاعدين نتناولوا فيهم معناها مواضيع احنا نجم نعالجوهم بطريقه اخرى انا اخي اذا كان تحب نحكي لك عن الفن قيمه الفن في الاسلام احنا درسنا في جامعه الزيتون بفضل الله سبحانه وتعالى كيفاش القرآن العظيم نشوف معناها الجمالية اللي فيه تعجب راسي ربي سبحانه وتعالى تكلم على كل شيء حتى ربي سبحانه وتعالى يتكلم في مواضيع قال فإن لامستم النساء معناها ربي كنا عن الجماع بالملامسة قال فإن لامستم النساء وربي سبحانه وتعالى في سورة يوسف قال فهم بها وهمت به لولا أن رأى برهانا ربي سي محمد متفقين على خذوا في المسائل الكل لكن نجموا نكونوا طريقة فنية رائعة وسمحني راه الفن هو الرافد الأساسي للتقدم الذي ذكرته في البيان وإحنا يعني أنا والناس الكل تشهد معناها قديش إحنا وقفنا ضد التطرف وضد الإرهاب معناها وحطينا رواحنا في مواضع يعني علمها كربي سبحانه وتعالى باش نوصله يم نبيلة
تخلي الإنسان يشم يقدم بلاده وبنفسه بالمجتمع. سي محمد بارك الله فيك، انت على 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 الاسلوب نتاعك، لكن ايش نوضحوا حاجه اليوم؟ اليوم في تونس عندنا الناس اللي تجي للجوامع كما الناس اللي موجوده في الشارع وتستمع للخطب الدينيه، ما عندهاش نفس المستوى نتاع الفهم ساعات، حاجات اللي هي تبدا اكبر في 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 تحليلك انت من مستوى فهم الجماعات هذه الحاضرين، وساعات تتأول كلمات، يعني كلمه الساقطات مثلا اللي كنت تحكينا عليها توا في عند العامه تتفهم في المفهوم اللي نعرفوه بالدرجه التونسيه. لهنا بربي دعوه من خلالكم انتم زاد الائمه، خاصه الشباب، وانت من جامعه الزيتونه، ونعرفوا جامعه الزيتونه معنا شنو خرجت لنا من عباد مهمين في البلاد هذه ومعتدلين. تبسيط الخطاب، ارجوكم تبسيط الخطاب وعدم الخوض في مسائل تنجم تخلق لبس، واحنا في تعرف اللي بلادنا على كف عفريت، تعرف اللي على صفيح ساخن احنا اليوم في تونس، تعرف اللي احنا يعني والناس كل على درايه باللي صار في السنوات الاخيره والارهاب اللي مس تونس، وتونس البلد المصدر الاول للارهابيين، ونعرف شنو اللي يتقال كل على الـ على الـ على الـ على الـ على الجوامع اللي اسرت اموها عباد وجاوها عباد وغزاوها وسكنوا فيها، وخرجت لنا للاسف مصايب من تونس. اليوم ماذا بينا؟ تعديل الخطاب وتبسيطه الى باش يمشي على مستوى فهم واضح على الاقل في الدرجه الاولى للفهم. خويا حسام انا راني موافقك معناها 100%، وتجم سبحان ربي معناها يعني انا كي نقول خطبه راهي الخطبه للعموم، معناها ما تكونش واش نقول فيها انا يعني في مكان مغلق ولا يسمعوني خاصه، يعني ما عنديش نهار ولا نخطب فضل ربي سبحانه وتعالى ذلك ثلاث سنين، يعني تجم تشوف راي الناس اللي تحضر الخطبه وراي الوعاظ، ومعناها والحمد لله الخطبه نحاولوا احنا للامانه سي محمد، يعني خلينا نقول حاجه للامانه في حقك انت، احنا سالنا عليك محمد خنيم، راهو الناس الكل اجمعوا على رفعه اخلاقك وعلى اخلاقك العاليه وعلى اعتدالك، هذا كل اجمعوا عليه في نابل، باش توجهش الحكايه زاد الاتجاه خاطئ. قبل ما نكلمك بالتليفون قلت سالت عليك انا في نابل، والناس الكل شكروا محمد خنيم وقالوا من احسن الشباب اللي عندنا، وانسان معتدل وممتاز يعني في التعامل. سمعني خلنا نوضح نقطة بربي، نقطة واحدة. أنا راني أخوي الغالي جامعة التقوى، جامعة الكونية اللي هذيك. يعني كانت معناها تشوفوا برشا كلام وبرشا ناس معناها يقولوا هو جامعة نتاع جماعة متشتين وكذا وكذا وكذا. يعني أنا حاولت في المدة اللي فاتت الكل شهدي الكل باش تبدل الصورة نتاع الجامعة، والحمد لله يعني كان فما في لقاء أخير لأئمة الجمعة نتاع نابل الكل في الجامعة نتاع التقوى، وكان حضور رائع معناها، وتكلمنا على آداب الخلاف وكيفاش نختلفوا وكيفاش معناها كان الخلاف موجود والاختلاف من عهد النبي، وكانوا معناها فقه الاختلاف هذا اللي احنا حشنا به هو اللي تسبب في المشاكل اللي صارت من الثورة حتى شلتو. لكن يا اخي ربي انا يسألني في المسألة اللي معناها الجامعة الكونية تو عاودة تمثلش عليه، معناها ما زالت الناس اللي فيها اللي هي ناس متشدة وناس متزمتة وناس كذا كذا. انا راني اتصلت بخوي وليد، تكلمت الصباح فسرت الموضوع وقلت راهي اللي يسألني سبحان الله ثاني حتى في نفسه، انا نتعرف معناها الناس تعرف الناس، لكن تو احنا معنا مش نبداو في اشغال في الجامعه مش والنظام الجديد ومرحله نتاع انه الناس تعاون بتربي باش تولي معناها بالحق مناره تكون فيها نظيفه وتكون الناس معناها يدخلوا لها ينشرح صدر الانسان ويتوضا لصيته ويدخل متفرغ. يعني اللي سالني بالطريقه هذه اللي كاينوش معناها الجامعه كيما مازال كيما كان، وكانش الناس معناها باش ترجع. احنا هنا وضحنا المساله، وضحنا المساله استاذ محمد، سامحني ما عنديش برشا وقت خاطر عندي الاخبار. شكرا لك، شكرا لك سي محمد خنيم امام جامعه الكونيه، بارك الله فيك، يعطيك الصحه. محمد خنيم امام جامعه الكونيه كان معنا، اوضحت المساله يظهر لي. كاب اف ام الكلمه ليك.